أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهر البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمره السامي جريا على مكرمة جلالته السنوية بصرف كسوة عيد الفطر المبارك لجميع الأرامل والأيتام المسجلين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وكلف جلالته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بأن تتولى مهمة الإشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خالص التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وينعم عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يمن على البحرين بدوام نعمة الأمن والأمان والأعياد في ظل عهد جلالته الزاهر. ثمن سموه الرعاية الأبوية الكبيرة والاهتمام الأبوي المتواصل من جلالة الملك المعظم للأيتام والأرامل وحرصه على مشاركة فرحة الأعياد وما يوليه جلالته من رعاية لأسر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وتوجيهات جلالته الدائمة بتوفير كافة أشكال الرعاية والخدمات لهم بما يضمن للجميع حياة كريمة وآمنة مستقرة.